يا كابتن أسامة عرابي نجم النادي الأهلي السابق، يا كابتن أسامة أهلا بيك. السلام يا أمير والسادة المشاهدين. أخبارك يا كابتن؟ كله كويس؟ بعد إذنك كابتن، بس يعني إيه، حاول تتحرك شوية بالتليفون عشان الصوت بيقطع. حاضر حاضر، أيوه كده 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 صوتك زي كويس، الفل، جميل جدا. ماشي أخبارك ماشي، الدنيا تمام؟ تمام، الله يخليك. يا رب دايما. مباراة القمة، الكل مترقب هذه المباراة، بتشوف إزاي الماتش ده، المعطيات في رأيك؟ هل انت كأهلاوي مطمن بالنسبة لإمكانيات الأهلي، للتشكيل، للاستقرار الفني قبل مواجهة الزمالك الصعبة جدا يوم الجمعة؟ هو ما فيش شك انه مباراه صعبه للفريقين كعاده مباريات اهلي وزمالك، لان بيبقى فيها ضغوط نفسيه كمان غير النواحي الفنيه، فعشان كده تملي اللي عنده ضغوط ثقه. نفسية. طبعا بتبقى في ضغوط، طبعا ماتشات اهلي وزمالك ماتشات مهمه جدا، وده ماتش على لقب وعلى بطوله، فبيبقى في ضغوط، في لعيبه بتقدر تستحمل الماتشات دي وفي لعيبه بتبقى مهزوزه في الماتشات دي، فلذلك اللي عنده ثقه في نفسه واللي عنده هدوء وعنده استقرار بتفرق كتير جدا. فهي المباراه صعبه للفرقتين، الاثنين تاريخهم كبير، بطولاتهم كتيره، كسبناهم كتير وهم كسبونا ايضا، وصولات وجولات كتيره على مدار التاريخ يعني. طبعا لكن من الوجهه الفنيه ما فيش شك ان الاهلي في السنتين الاخرين اكثر استقرارا، اكثر عدد لعيبه افراد دوليين، اكثر نادي واخد بطولات في المرحله الاخيره. نادي الزمالك بيمر شويه بمرحله تغييرات وتعديلات في التشكيل وفي الصفقات وكده، النادي الاهلي مستقر اكثر. النادي الاهلي سريعا عوض الغيابات اللي حصلت معاه الموسم اللي فات، سواء من واحد زي محمد عبد المنعم مثلا مشي مؤثر جدا، طبعا طبعا طبعا. فاستخدمه اشرف داري، بس انا مش بتكلم على ماتش بكره، بتكلم بصفه عامه يعني. ماتش علي الجمعة. معلول طاب، رغم كريم فؤاد ادى بشكل كويس جدا، بس اتصاب وهو برضو. وعمر كمال بس اتصاب، جابوا على طول يحيى عزاز الله باك دولي وباك بيلعب رجله الشمال وعنده ثقه، وشفنا الماتش الاخير او ماتشين جرماها يعني، الماتش الاولاني كان متحفظ شويه في الدفاع لانه كان اول ماتش، الماتش اللي فات ابتدى في النواحي الهجوميه كمان بالجونين يعني اسيستين منه، فلعيب دولي ولعيب مهم، عوض الغيابات اللي هي اللي كانت ممكن تبقى مؤثره، استقرار في التشكيل تقريبا، انا بتكلم في المرحله الاخيره كمان، يمكن السنه اللي فاتت كان في روتيشن كتير لان الماتشات كانت مضغوطه، لكن واضح من التشكيل بتاع جرومايا في الماتشين ان تقريبا الشكل ده هو اللي ثابت في الفرقه، فمعظمهم بيأدي بشكل يعني كويس. التشكيل ده هو الأقرب يا كابتن أسامة في رأيك؟ ما اصل الأقرب خلينا ولا متفقين، الأنسب في رأيك أنت؟ ما هو الاقرب والانسب. بص تمام، أوكي، اتفضل يا امير، اتفضل. خلينا نتكلم حسابات منطقيه. ما هو انا بادئ موسم، انا بادئ موسم صح، ومدي راحه لفرقتي وجهزتهم في ماتشين، اكيد ماتشات وديه ثم ماتشين جروماه يكين، هاجي بقى فجاه مثلا هروح مغير مثلا اربعه خمسه في التشكيل مثلا او سته، مش ممكن. لا بس ممكن اغير واحد او على فكره، اثنين. على فكره في الفرقتين، انا ما بتكلمش على الاهلي بس، مفهوم حتى مفهوم. الزمالك، حتى الزمالك هتلاقيه بنسبه 95% هو التشكيل اللي لعب ماتشين بتوع حتى الزمالك، حتى الشرطه. الزمالك طب طبعا طبعا، في ظل وجود صفقات كتير جديده كتيره، طب او في مهما ظل حتى ادخل، قلق جمهور الزمالك، بتشوف مهما ان ادخل لازم صفقات، ما اقدرش ادخل انا اربع خمس صفقات ولا سته مره واحده في ماتش مش متعودين عليه زي ماتش الاهلي والزمالك، تمام، مش صعب جدا. فاكيد الشكل بتاع النادي الاهلي اللي هو الاخير في ماتشين جورمايا هو اللي هيلعب، واذا حصل ايوه مفاجاه، اذا حصل مفاجاه فممكن تبقى في عنصر، لكن هو في الغالب هو ده التشكيل اللي هيلعب يعني. لو المفاجاه حصلت ممكن تكون مين العنصر ده في رايك؟ مين 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 مين؟ انت عندك قدام بيرسي تاو وسام والشحات، ما اعتقدش فيها تغيير. اوكي، نص نص الملعب، الملعب امام واكرم ومروان، اعتقد هم اللي هيبقوا اساسيين ولا برضو. قفشه مكان امام يا كابتن؟
قفشه مكان امام؟ لا مش هيبتدي مكان امام، رغم ان قفشه طبعا لعيب كبير ولعيب مهم ولعيب. البعض طرح الفكره دي لان امام مستواه متراجع شويه على اخر ماتشين يعني لعبهم دول ما كانش افضل. بص كل حاجه وارد، بس انا بقول لك بنسبه 90% هم دول او 85% نفس الثلاثه دولت، ورايح اعتاد الله زي ما هو، رامي زي ما هو، الشناوي زي ما هو، ياسر رغم انه لسه راجع، ياسر طبعا قبل الاصابه كان في حاله جيده طبعًا جدا طبعًا جدا طبعًا جدا، لسه بيستعيد مستواه، هاني زي ما هو. يعني ما اعتقدش ياسر موجود، ما اعتقدش هيحصل يعني، الله اعلم. بس انا بقول لك بنسبه حتى لو حصلت مش هتبقى في اكتر من لاعب يعني. لو حضرتك مكان كولر مش هتغير؟ لا مش هغير. مش هغير ليه؟ تمام. اصل اغير مفيش سبب. بص يا امير، هو مش معنى في الكوره ان انا في ساعات نسمع نقول لك ايه عايز يعمل مثلا مفاجآت، ده عايز يعمل مش عارف ايه، هو 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 الكره في الدنيا كلها ما اللعيبه بتبقى معروفه واللعيبه، لكن مين اللي اجهز ومين اللي متناغم مع بعض ومين اللي متناغم مع بعض ومين اللي ماشي حالته ومين فعادي جدا، ما كل ريال مدريد ما يجي لاعب برشلونه عارفين الفريقين عارفين بعض، او لما يجي مانشستر سيتي بيلعب ليفربول ما هو عارفين بعض وعارفين مين. فيعني مش طيب انا اتطور كده يعني. اصل انت مش اصل انت كمان مش مضغوط يا امير يعني، انت عارف انت لو احنا زي الفتره اللي هي بتاعه الماتشات كانت كل يومين ثلاثه كل يومين ثلاثه كل يومين ثلاثه فهمتك كان ممكن يبقى في هتقول ممكن يحصل ثلاث اربع تغييرات، بس انت جاي من راحه ولسه لاعب ماتشين على مدار اسبوعين ولسه انت لاعب لسه يوم الجمعه هيكون فات اسبوع على ماتش الاخير بتاع كابتن اسامه او الزمالك برضو على فكره الزمالك برضو. طب كابتن اسامه بتقيم فرقه نادي الزمالك ازاي طبقا للماتشين اللي حضرتك اكيد اتفرجت عليهم بتوع شورتا كيني؟ بص هو الزمالك مع احترامي الكامل ليه، هو الزمالك فرقه كبيره طبعا، وفرقه عريقه طبعًا. وفرقه ليها ثورات وجولات في افريقيا وبطولات عربيه وكده، لكن ما فيش شك ان هو بيمر بمرحله تغيير وعايز يعني اللي هي البحث عن الاستقرار وبعض المراكز المؤثره وبعض عندهم مشاكل في بعض الاماكن ما فيش شك في كده. لسه ما وصلوش لاحسن حاله مفروض عليها يكون نادي الزمالك، دي هو بقولها من وجهه نظر فنيه مفهوم. بعيدا عن انتمائي للنادي الاهلي يعني ايه اللي لو عمله جوميز ممكن يصعب الماتش اكتر ما هو صعب على كولر؟ ايه التعديله اللي جوميز لو عملها مثلا ممكن تصعب الماتش اكتر على النادي الاهلي في رأيك؟ لو لاعب محمد شحاته جنب دونجا في نص الملعب ولاعب اي باك رايت تاني، دي ممكن دي تصعب. اصلك انت ماتشات الاهلي والزمالك لازم بيبقى فيها كميات جري كتيره، فيها احتكاكات كتيره، فيها وقفات كتيره دفاعيه، فيها وقفات دي وجهه نظري لكن لكن لما الملعب بيبقى مفتوح سواء هنا او هنا بتبقى في مشاكل طبعا. عايز تبقى موفق جدا يعني. اخيرا توقعاتك للمباراه او نسب فوز فريق على حساب الاخر من وجهه نظر كابتن اسامه عرابي؟ بص يعني بعيدا عن انتمائي طبعا اهلي واتمنى الاهلي يكسب زي ما جماهير الزمالك او لعيبه الزمالك او جايز يكسب، لكن انا بتكلم من وجهه نظر فنيه اعتقد الاهلي اقرب بنسبه 70 ل 30% 70 30 الا بقى يعني الكره فيها كره القدم فيها كل حاجه، ظروف المباراه كلام من ظروف المباراه وحاله اللعيبه يوم المباراه والكميات الجري اللي هتحصل والاصرار وحاجات كتيره بقى والتوفيق على فكره برضو ده طبعًا نقطه طبعًا مهمه طبعًا جدا نقطه مهمه جدا. احيانا فرقه بتبقى احسن من فرقه وبيحصل ان فرقه تكسب مش شرط يعني انا اقصد حتى في الملعب مش بس فاهم مش بس قبليها يعني حتى في احداث المباراه نفسها فهي إن شاء الله. تفاصيل صغيره يعني ان شاء الله نتمنى التوفيق للفرقتين يا كابتن اسامه انا بشكرك شكرا نتمنى الله يخليك امير وان شاء الله نشوف ماتش ممتع للكره المصريه كلها ونشرف الكره المصريه يا رب ان شاء الله. بشكرك يا كابتن اسامه شكرا جزيلا. كابتن الكبير كابتن اسامه عرابي نجم النادي الاهلي.